جاهزة تعطينا أول مجموعة من التوقعات لحلقة الليلة؟ أكيد. وأول مجموعة من توقعات الليلة، شو هو أول توقع منهم؟ أكيد العالم كله بهمها قصة الدولار، فبدنا نحكي عن الدولار. صح. بالأول حس كل العالم ناطرين هالتوقع. أكيد. أرى أن لعبة الدولار الاقتصادية والمأساوية في لبنان لم تعد مرتبطة بسقف أو رقم محدد، ولذلك أرى أن سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية سيكون مشرعاً ومفتوحاً على كل الأرقام والاحتمالات صعوداً أو نزولاً، والله يستر. ولذلك أرى أن الذهب بيكون الملجأ الأقوى والأهم لكي تبقى مدخرات العمر في أمان من كل تقلبات العملات الورقية. يعني الدولار بعدني شايفته أنا لطلوع، إذا بدك تقول أنا قلت بيوصل قبل للخمسين وما فوق الخمسين، والستين والسبعين والثمانين والتسعين. معقول يدق بالمية؟ نعم. مصيبة هاي. بس في محل يمكن يوقف على 65، بس أنا بشوفه بعده بيطلع. منشوف علي حشود من جمهور 14 أدار عامة وجماهير ومناصري تيار المستقبل خاصة، والشيخ سعد الحريري على العموم، منشوفها بتملأ الساحات من جديد ولحدث مهم، وسنرى الرئيس الحريري في قلب هذا الحدث مع تضامن شعبي وتعاطف كبير من جمهور الشيخ سعد الحريري خلال المرحلة القادمة. بمنطقة محددة ولا؟ ممكن بقلب بيروت. بيروت وغير بيروت، بس أكثر شيء بيروت. شايفي شو السبب؟ لا. أوكي. دائما نحن بنقول الوقت وامتى، هيدي بايد ربنا. اكيد. بنسمع عن شخص لبناني خبير بالاعشاب، وهو غير معروف. هذا الشخص سوف يكتشف عن طريق الصدفه عشبه مغموره، ولكنها تساعد وتعالج انواع من البكتيريا والفيروسات، وبتصبح هذه العشبه اكتشاف طبي مذهل يؤدي إلى علاج بعض الأمراض المستعصية، مما سيجعل هذا الاكتشاف اللبناني الجديد يصل إلى العالمية وبيحتل الخبر وسائل الإعلام الدولية. خبرية حلوة هاي. أكيد. هلأ شو هي العشبة ما بنعرف، بس أنه رح نشوفها. وما ضروري يكون دكتور هذا هاي الشخصية، بس لبناني. لبناني نعم، بس اسمه حنشوفه على عالمي. حلو. بتقتل الفيروسات وممكن الكانسر وممكن على أمل يا رب. نعم. للأسف شبح وخطر الاغتيالات أراه للأسف الشديد يعود ويخيم على لبنان وعلى غير لبنان، وبيهدد بعض الشخصيات القيادية البارزة، وحصول عملية اغتيال تطال أحد الزعماء أو القيادات حول العالم أراه في صورة قائمة ولكنها واقعة. لبنان بيعود إلى الواجهة العربية من جديد، وهذه المرة من خلال الجهود القطرية والبوابة السعودية، وهذا الحدث سيشكل أكبر الإيجابيات على الساحة اللبنانية، وخاصة بالملف الاقتصادي وبداية الانفراج السياسي. والمفاجأة الأكبر ستكون في دخول إيران على خط هذه المساعي والحلول. حنشوف استثمارات خليجية بلبنان؟ أكيد أكيد إن شاء الله. دولة الرئيس نبيه بري أراه يقوم بخطوات كبيرة وحاسمة لمنع الانفجار قبل حصول الانهيار. وكما أرى سترون أن ما سيكون به دولة الرئيس نبيه بري خلال الفترة القادمة سيكون أكبر من كرسي الرئاسة وأكبر وأقوى من فساد السياسة. هلا شو هو هالشيء؟ ما بعرف، بس هيك ايش عم. سيكون دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى قلب الحدث الإعلامي من جديد، ولذلك أتوجه إلى الرئيس ميقاتي بهذا التوقع الشخصي والمباشر، وأقول له إنني أرى يا دولة الرئيس إن إصرارك على التمسك بالدستور في زمن النكد السياسي والفجور سيجعلك هدفا لكل متضرر أو مأجور، وصمودك اليوم في هذا الموقع الصعب في زمن الأصعب بيحتاج منك لكل حكمة والحذر من بعض الأشخاص
المتقلبين والغدارين. انت اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري بتمثلوا كل ما تبقى لنا من دولة. انت سبق وتوقعتي له للرئيس مئاتي انه يرجع على رئاسة الحكومة كمان. صحيح. كل ما تبقى لنا من دولة، وأرى أن الرئيس مئاتي بيقوم بخطوة جبارة وفعلة للبلد، بتذكرنا بالشهيد رفيق الحريري وخاصة فيما يتعلق بالطائفة السنية الكريمة. الأنظار ومعها الإعلام يتجهان على المنطقة ما بين عين الرمانة والشياح من جديد، وذلك بسبب حصول احتجاجات عارمة وغاضبة مع حالة من الفوضى والشغب، وسنرى الجيش بيتدخل بقوة وبيكون بالمرصاد. بعد المناطق والمكاتب التابعة للتيار الوطني الحر منشوفها علي محط الأنظار وحديث الإعلام، وسنراها تستعد وتتأهب وتواكب الحدث. عين الرمانة والشياح وكأنه شبح الحرب الأهلية. لا مش لهالدرجة. ما تقولني شيء ما قلته يا علي. وسائل الإعلام اللبنانية بتكون أمام انتفاضة إعلامية لافتة وواسعة، وذلك بعد حصول عملية اعتداء جديدة ومباشرة تطال أحد الوسائل الإعلامية أو أحد الإعلاميين من جديد، وتؤدي إلى حدث مؤسف ومحزن. تتركز الأنظار والإعلام خلال المرحلة القادمة على القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع، وذلك من جراء حصول تغيرات أو إجراءات تستعيد معها القوات اللبنانية وهجها وقوتها وحضورها السياسي وغير السياسي. وسنرى الست ريدا جعجع بقلب هذا الحدث. ارتداء الكمامات والحجر الصحي أراهم يعودون إلى الواجهة والتطبيق من جديد. الحجر الصحي. نعم، فالحجر الصحي، ارتداء الكمامات والحجر الصحي أراهم يعودون إلى الواجهة والتطبيق من جديد. فالحجر الصحي سيطال أكثر المناطق والمدن بلبنان وغير لبنان، مش بكل العالم، يعني مثل ما شفنا بلبنان بكورونا، بعدة دول بالعالم. ومشهد الكمامات سيكتسح الشوارع من جديد. هيدي شافتة طلاق مفاجئ يظهر وينتشر في العلن، ويتعلق مباشرة بأحد الوجوه النيابية الحالية والمعروفة بشكل واسع على الساحة الإعلامية والشعبية بلبنان. ست ليلى، فإذن هيدي أول مجموعة من التوقعات بحلقة الليلة. صحيح. وبعد الفاصل رح نكفي بيه كتاب الشهرة الخاص فيك ونحكي عن المزيد من التوقعات. نعم. فاصل إعلاني قصير ومنتابع.